انت بتعرف قديش في مسافه بين الهرمل وعين قابل؟ ايه يا ابن عمي. هالمره مع الامحويين جعفر طفار. بين المطبر والحكومه عشره عمر، بين الجرافه وزبالي مال وبشر. كيف بدنا نكون عايشين رايقين اذا مع الطبيعه مش متفقين؟ معمل او مغفر تحول لمطمر، والسلطة مثل العامة راسها تطمر. اجتماعات ملفات حكي فاضي عن رمي النفايات بالوادي، ما حدا راضي يا بنت عمي. عم تفرز بشكل وبعثر، وفي تنظيم وفي رقابة الاشكال رح تكبر بخاخ. عم تفضل عقول عم تصغر، واللي بينبس كيس زبالة غير اللي بيرميه. كل شخي عنده معلم عم يشتغل فيه. شكوي إلا لا الله مزلي، بس الله ما بينزل مصاري بالسلي. فقر ما بيجي من الله، جأمي ما بتجي من اللي حاجة تلاي. بالسياحة بنبني وطن، طعمي وحوشل بالمدينة وترمي بالضيعة عفن من عمان. طعمي وحوشل بالمدينة وترمي بالضيعة عفن. نايب حجمه عنا يكبر، كل ما المزابل ببنادي تكتر. كل ما نايب حجمه عنا يكبر، كل ما المزابل ببنادي تكتر. كل ما نايب حجمه عنا يكبر، كل ما المزابل ببنادي تكتر. كل ما نايب حجمه عنا يكبر، كل ما المزابل يكبر، كل ما المزابل ببلادي تكتر.